الخبر الحقيقة يهم قطاعات عريضة جدا جدا من المصريين، والمتعلق بالعمرة والمتعلق بتنظيم هذه العملية اللي الحقيقة بيبقى فيها يعني بعض كل فترة بنسمع عن في موسم العمرة انه بيحصل الكثير مع شركات السياحة والناس. خلوني اقول لحضراتكم انه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بانشاء بوابة الكترونية اسمها بوابة العمرة المصرية، دي بتهدف ان هي تنفذ الخطط الاستراتيجية للدولة في هذا المجال. طبعا النقط الهامة جدا ان هي متعلقة بالتعامل مع شركات السياحة بشكل او باخر، تنظيم شركات السياحة للمصريين اللي طالعين العمرة من خلال الحقيقة بعض الاجراءات، انه شركات هتوثق عقودها او العقود اللي بتعملها مع الوكلاء السعوديين بشكل الكتروني على هذه البوابة، وبعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومن هنا وزارة السياحة هتمنح هذه الشركات السياحية اسم المستخدم وكلمة مرور، يعني يكون ليهم أكاونت على هذه البوابة الإلكترونية الخاصة بالعمرة والمعتمرين. ومن المفترض أن من خلال هذه البوابة الإلكترونية شركات السياحة هتوضح أسماء المعتمرين المصريين اللي هيسافروا عن طريقها والرقم القومي لكل شخص، علشان كل مواطن هيسافر هيتعمل له باركود، مش هيطلع من المنافذ المصرية ومش هيتحجز له تذكرة خروج سواء بري أو جوي أو بحري بدون هذا الباركود، ومطابقته مع بياناته الموجودة على بوابة العمرة الإلكترونية، ومش هيتحجز له تيكت طيران ولا هتطلع تأشيرة أصلا من غير هذا الرقم. ويمكن ده عشان المشاكل اللي بتحصل وعدم التنظيم، والناس بتروح بشكل غير لائق أو شركات بتتلاعب في أوراق العمر أو التأشيرات، ويمكن دي مسألة هامة جدا هتنظم هذا الموضوع في الفترة الجاية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر.